زيارتي هنا، ومن أود أن أشكر السيد والي الولاية، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيدات والسادة الكبار من اللجنة الأمنية للولاية، السيدات والسادة ممثلي الشعب في البرلمان بغرفته، كل المجالس المنتخبة، كل الحضور، كل الضيوف من زملائي الأساتذة، إخواني العمال وأصدقائي الطلبة. إذن هذه الزيارة، في خلال هذه الزيارة وقفنا على استكمال مسار التنمية المحلية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة استكمال البنى التحتية المتمثلة في تدشين 3000 مقعد بيداغوجي من أجل تحقيق جامعة التعلم والتمكين مدى الحياة، جامعة رائدة مبدعة مبتكرة وقاطرة للتنمية المحلية والوطنية.